السلام عليكم سيدي باشا. صافي الله يكثر خيرك، راه سالينا سيدي باشا. الله يرحم والديك سيدي باشا، الله يكثر خيرك، كل شيء بخير، الله يخليك، الله يكثر، الله يرحم والديك. صافي صافي، الله يرحم الوالدين، الله يسرك، الله يبارك فيك. شوف واه واه واه، بسم الله الرحمن الرحيم. إذن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية لجميع المشاهدين والمتسبين أو في اللي كتشاهدونا في هذا البث المباشر والحصري مباشرة من مدينة العلائش. وبالطبع الكلية متعددة التخصصات في مدينة العلائش مع الجمع العام السنوي لتعاونية أرباب نقل الرمال بالمدينة. الجمع العام الاستثنائي الحاج، أول حاجة تعرفنا بنفسك والأهداف ديال التعاونية. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ماشي جمع عام استثنائي، هذا جمع عام عادي. الاسم بن حمدان مصطفى، رئيس تعاونية أرباب شاحنات نقل الرمال ومواد بناء بالعرائش. أول ما تأسست هذه التعاونية، تأسست من أجل عدة أمور. الأمر الأول هو من أجل الحفاظ على مستحقات الدولة والجماعة والتجهيز، باش يعرفوا شخص واحد اللي هو عبد ربه، ما يبقاوش تابعين واحد العدد ديال الكاميونات. بالنسبه للانتخاب ديما كرئيس ديال التعاونيه، شحال تقريبا من المرحله الدروسيه؟ نعم، شحال من المرحله الدروسيه في التعاونيه كرئيس ديال التعاونيه؟ وكرئيس ديال التعاونيه راه تقريبا 30 عام، في الاواخر ديال 1993، انما كانت من المرحله ديال 1993 الى سنه 2002 كانت تعاونية غير معترف بها، ولكن ما يمكنلكش توقف. أنا كمسيرها حتى جاب الله في 2002، في ماي ديال 2002 أعطونا الصيغة اللي خصنا نديرو لها باش يمكن ترخص، فسميت تعاونية أرباب شاحنات نقل، أصبحنا نقالة. فكان من ذلك أن رخصت لها من مكتب التنمية والتعاون. أهداف ديالها كثيرة. أنا قلت لك الهدف الأول كون دارت من أجل باش الدولة تدير المستحقات ديالها. ثانياً من أجل تحسين الوضعية الاجتماعية والاقتصادية ديال المنخرطين فيها. كنوفروا لهم العمل وفين يخدموا، وكنوفروا لهم ذاك القدر باش يعيشوا، يكون عندهم يشيط لهم، وكنوفروا لهم فين يبيعوا الرمله ومنين يخرجوا الرمله ومنظمين. وحنايا كتعاونيه من اجل تسيير هاد الخلق من الموجودين في التعاونيه، تسييرهم وتنظيمهم لكي لا تكون الفوضى وتكون العشوائيه. بالنسبه للحاجه رجعوا للمعاناه اللي كتعانيها مؤخرا التعاونيه، خاصه انك في الجمع حاليا صادتي مجموعه ديال المعاناه، مجموعه ديال المشاكل اللي ولات كتعانيها التعاونيه. نعم، المعاناة كثيرة، راه كل عام كتجي شي معاناة، وبالاتحاد ديالنا والتعاون هاد المعاناة ديال دابا هو هاد القضية ديال الاحتساب والمحاسبة معانا بالقضية ديال الدرون ديال الطائرة. هاد الدرون كتحسب الرمل، احنا وكتحسبها رملة، كنخرجوا الكاميون الشاحنة فيها تراب وحجار وغيص، ولكن الطائرة كتحسب كل شيء رملة، كدير معانا هي ديك الدرون صالحة، ولكن في كريالات ديال التفنة، في الكراضيط، في كريال اللي يكون فيه كله رمال، باش تحيد ديك الشيء كله كيتباع. مثلا التفنة كتمشي كاملة للبيع، الكرافيت كتمشي كاملة للبيع، حتى لعسوها كاملة. بالنسبة للرمال الموجودة بحال في أسفي وبحال في قنيطره حتى هي كذلك كتمشي كامله. اما بالنسبه لينا لا، حنا راه 70% كنلوحوها، حنا ابتكرنا الات باش نقدوا الموقف، باش ما يبقاوش المستثمرين في البلاد في الشمال واقفين. كاين مستثمرين اللي كاين مشاريع سيدنا راه مدشنهم، كاين مستثمرين اجانب وغنوقفوا. نضنا ابتكرنا وجبنا الات باش ديك الغيص وديك التراب وديك الحجار نخرجوا منه ديك الرمله ونسوقوها، وديك الرمله الحمد لله درنا لها تحاليل وصدقت 100%، عندها الجوده ديال 100% تقريبا. قلت الحاج قبيله في التصريحات ديالك في الجامع العام، اكدتي بان التعاونيه ولات مستهدفه. شنو المستهدف الثاني التعاونيه وعلاش مستهدفه؟ مستهدفه لان شوف
نعطيك مثال. كل وهذا حل ديالنا حنا في المغرب. كل مؤسسة أو لشي جهة كتكون ناجحة في الأعمال ديالها إلا وتستهدف، وهذا طبيعي. الشجرة المثمرة هي التي يرميها الناس بالحجارة، إلا كانت يابسة ما فيها لا أوراق لا فيها والو، شكون غيديها فيها؟ الحمد لله على هاد، خليهم يرمونا بالحجار. واخا إذا سمحتي رجعوا القضية ديال الديون، القضية ديال الديون، القضية بأن كنشوفوا بأن سميتو الصندوق فيه 450 مليون، وأن الديون الدولة كتسال لكم 287 مليون. لا هذيك ما فهمتيش، هذيك حيت هو منين جمع الحساب، منين جمع الحساب المحاسب كيجمع الحساب كيسد الحساب في شهر 12 ياك، ولكن كتكون الدولة باقا ما تخلصتش في شي مستحقات ديالها، هذه هي اللي كانت باقا ما تخلصت، فكتحسب علينا دين واخا خلصناها في شهر 1 ديال 2021. واخا صافي، شكرا، الله يجازيك بخير.